حذرت بريطانيا من هجمات لتنظيم القاعدة قد تستهدف مطارات وطائرات ركاب مدنية. جاء ذلك بعد إعلان وزير الأمن البريطاني بن والاس في تصريحات أن القاعدة تحاول استئناف نشاطها وتدرس شن هجمات واسعة النطاق تستهدف مطارات دول غربية وطائرات ركاب. تأتي تلك التحذيرات بتزامن مع بلبلة عاشها مطار غاتويك على مدى اليومين المنصرمين، ما أدى إلى تأخير العديد من الطائرات بعد أن تم رصد طائرات مسيرة في ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاماً.